لم تحضره السيدة وزيرة الاستثمار، وطرحت بعض الموضوعات المتعلقة بقضايا الاستثمار، ومن ضمنها إعمال المادة 2 من مواد الإصدار الخاصة في القانون. جاء في كتاب وزيرة الاستثمار ما يلي: أن القانون الجديد ضمن لكل المستثمرين الاحتفاظ بأوضاعهم القانونية قبل صدور القانون احتراما للقانون. هلا الوزيرة بتقول هذا الكلام لمجلس الوزراء يا سادة، وجواب عندي. الوزيرة بتقول هذا الكلام. السيد رئيس هيئة الاستثمار، وأنا أحييه وأقدره لأنه من يوم ما جه أعترف قدام كل الناس دول إنه يسعى لحل مشاكل المستثمرين. السؤال اللي أنا عايز أسأله: نص صريح في القانون، وتقدمنا بأحكام إدارية عليا وأحكام نقض في ذات الموضوع، لكن الاستثمار تفضل سكنون، نبعث نسأل مجلس الدولة؟ ببعث أسأل مجلس الدولة عن تنفيذ نص قانوني صريح؟ عايز أسأل سؤال: أصدر مجلس الدولة الذي نكون له كل تقدير واحترام قرارا لعدم تفعيل المادة، هذا القرار من مجلس الدولة غير ملزم للمستثمرين وغير ملزم لرجال الأعمال. شكرا شكرا معتصم بيه، بس احنا عندي أسئلة كتير. طبعا بشكر الجميع، بس هو في نقطة بسيطة حضراتكم بتطلبوا المستثمرين ورجال الصناعة انه يقيموا صناعة، حلو، عشان نقدر نقدم خدمة او سلعة للمصريين بسعر جيد ونصدر. انا عايز بس الحكومة بما لديها من إمكانيات تدرس تكلفة إنشاء مصنع في مصر، وتكلفة إنشاء مصنع في أفريقيا، وتكلفة إنشاء مصنع في تركيا. بالصدفة أنا عملت في السنة اللي فاتت دي هنا وهنا وهنا، وشفت التكلفة في الثلاث دول دول، اكتشفت ببساطة شديدة إن التكلفة هنا أعلى. يبقى أنت عايزني أنافس إزاي؟ لما تكون عايزني أنافس ادرس وقول لي أعمل إيه، خلي واحد يدرس ويقول له نعمل ايه. وشكرا استاذ ايمن. كان في عرضنا على سيادتك المشكله دي، احنا بندفع ضرائب ارباح تجاريه وبندفع قيمه مضافه وبندفع كل انواع التامينات، فالضريبه العقاريه على المنشات الصناعيه عايزين نشوف هنعمل فيها ايه. شكرا يا فندم. اتفضل. نشكر مؤسسه الاخبار ورأسها استاذ ياسر رزق للمؤتمر الناجح جدا. أنا نوجه سؤالي لسيادة وزير المالية. حضرتك أول ما تشوف الجمارك قيمة التحصيل بتاعتها عالية جدا، بس حضرتك ما تدرسش كويس مصاريف الموجودة في الموانئ اللي هي أعلى مصاريف على مستوى العالم، وكل الموانئ في مصر حضرتك جزر منعزلة، كل ميناء بتشتغل ب اللي هي بتتصرف فيه. حضرتك انا بتصدر لاكثر من 10 دول اوروبيه وافريقيه، ان فعلا مصر من ضمن اللي معوقات التصدير هي الموانئ المصريه، وان المصدرين والمستوردين حضرتك بيدفعوا القيمه بالدولار لشركات الملاح على التخزين وتاخير التخزين أكتر حضرتك من القيمة الجمركية اللي أنت بتحصلها في مصر. يعني احنا بندفع دولار بناخد مصر. دي بالنسبة لسيادتك. بالنسبة للأستاذ محسن عادل، هل يعقل الأستاذ محسن لجنة المنازعات أول ما يقدم الواحد بالنسبة لحل منازعات قضية لا تتعدى أسبوع تاخد أكثر من سنة ولا تحل، وإن القرار الوزير منعدم لأن في اختصاص رئيس الوزراء حضرتك وفي حكم بذلك، هل يعقل حضرتك الوزير يصدر قرار منعدم وهو اختصاص رئيس الوزراء ولجنة المنازعات لا تبت فيه؟ شكرا. شكرا. أنا مش عضو في أي دولة، أنا أستاذ في الجامعة، أنا أستاذ في جامعة عين شمس وتحديدا مهندس يعني في مجال الهندسة. يمكن دي الدعوة الأولى اللي توجه لي دار أخبار اليوم، ما حضرتش المؤتمرات اللي قبل كده، لكن من خلال العرض اللي تم
ملموس ان هناك جهود مخلصه من جميع الاطراف سواء في مجلس النواب او في الحكومه من خلال الساده الوزراء ينقصها التفاصيل. يعني من خلال يمكن ده كمان تعقيبا على السؤال السؤال من رئيس مجلس اداره دار الاخبار اليوم الاستاذ ياسر رزق ان ليه ما بيبقاش في صناعه، ليه ما بيبقاش في كذا. الجهود والصوره العامه اللي سمعناها النهارده مفرحه ومتفائله، لكن لما بنيجي ندخل في التفاصيل من بيروقراطيه داخل النظام الاداري لتنفيذ هذا الكلام سواء فيما يخص الاجراءات الترخيص التكلفه الكلام ده كله، دي من المعوقات الاساسيه. فالاستثمار بس سؤال سريع، هل هناك خريطه استثماريه وضعت تم فيها مراعاه إمكانيات المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية حتى يتم توظيف هذه الخريطة توظيف جيد؟ بالنسبة للمالية سؤال سريع لمعالي الوزير، سعادتك قلت إن بيجيني من كل الوزارات، الصحة عايزة والتعليم عايز والنقل عايز وغيرها من الوزارات، هل هناك أسلوب معين لوضع أولويات للإنفاق علشان يبقى في توجيه أمثل لصرف الميزانية بتاعت الدولة؟ شكرا لسيادتك. شكرا المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية في غرفة الصناعات الهندسية. أولا أنا بشكر الأستاذ محمد السويدي على كلمته، هي بتعبر عننا كلنا. سواء حاجة واحدة ومحددة لمعالي وزير المالية بآخر حتة اتكلمت فيها على موضوع دعم الصادرات، أنا ما بحبش أسميها دعم الصادرات، بحب أسميها رد الأعباء التصديرية. حضرتك عشان الطابور الطويل اللي اتكلمت عليه وبقالنا سنتين ما صرفناش، والطابور ده عشان نقصره احنا بعتنا اقتراح لسيادتك بعمل مقص للمستحقات الحكوميه تتخصم من فلوسنا اللي موجوده لينا. في الحاله دي احنا هنقلل الطابور ده كتير، ولو اتبقى لينا فلوس خليها تحت حساب المستحقات الحكوميه اللي جايه. انا بتكلم نيابه عن شركه، انا بتكلم نيابه عن مصنع الاجهزه المنزليه والكهربائيه وعلى مستوى مصر كلها. حضرتك وافق على عمل مقصه ما بين المستحقات اللي لينا واللي علينا للدوله. واشكر حضرتك محسن بيه عادل ومحمد بيه معيد. هو السؤال بيتلخص نرجو حضرتك ما نشتغلش على نماذج، اشتغل على احكام قضائيه في الحجز على اموال المستثمرين. لو هنحجز على جزء ضرايب بحكم قضائي، وحكم قضائي بصيغه تنفيذيه مش محتاج نموذج. ده رجاءنا الوحيد احكام القضاء، لان قانون الاستثمار صدر بحمايه اموال الشركات المساهمه والشركات الاموال، فلا يجوز قرار اداري يخش على قانون. حتى القانون ده صدر ان اي قانون مخالف يلغى. شكرا شكرا, شكرا.